التعليم. تطوير المناهج أمراً ضرورياً وهاماً لتحقيق التميز التعليمي والابتكار. ناقش محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مع عدد من قيادات الوزارة ومستشاري تنمية المواد الدراسية وموجهي المواد الدراسية سبل تحسين وتطوير منظومة التعليم، وأثنى خلال اللقاء بالجهود المبذولة في رحلة تطوير المناهج الدراسية، مؤكدا أن المناهج المطورة تستهدف تحقيق نواتج تعلم تتواكب مع القدرات المطلوبة في وظائف المستقبل. وقال الوزير إن تدريس تلك المناهج مرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير كافة الأدوات المناسبة للمعلم، وذلك للقيام بدوره على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن تطوير المناهج يعد أمرا ضروريا وهاما لتحقيق التميز التعليمي والتأكيد على الابتكار ومواكبة التطور المستمر في عملية التعليم عالميا.